يقول أيضا إن العلماء الذين ردوا على علي الحلبي لم يفهموا كلامه. ونحن نقوله دلل دليلا قاطعا وهات برهانا صادعا على ما قلت. الرجل سياسي في الدعوة، ولهذا قرب من أهل التكفير والمبتدعة في موقع سماه كل السلفيين، ونحن عايشنا الرجل حوالي 20 سنة كنا نذب عنه وندافع عنه، فلما كشر قلنا ما يجب علينا قوله فيه. نثني على عدنان عرعور صاحب القواعد الفاسدة والأصول الكاسدة، وعلى محمد حسان، وقد ثبت بنقل الثقة عندي أنه يقول بوحدة الوجود، هذه عبارته: الله ربنا لا رب لنا سواه، وهل في الوجود إلا إياه. ومع هذا ويثني على ويدعم الثورة المصرية والمظاهرة، ومع هذا الرجل يعلل له. نعم، أحسن الله إليكم. أشياء كثيرة عندنا. نعم، نريد منكم. ومعروف سوء مسلكه في دول أوروبا التي يزورها، ومن ذلكم أن أبا الحسن كتب صلحا في أوروبا في بريطانيا، وربطهم بالحلبي وسليم الهلالي، ولما تكلمنا في أبي الحسن انظروا إلى معاونته والدفاع عنه. نعم، أحسن الله إليكم. ومعاذ الله أن نتكلم في رجل بغير دليل يسوغ لنا. نعم، لا، بل يعلم الله، لما رددت على الأخ عبد العزيز الرئيس تركت كثيرا من عباراته لأنها تحتمل التعويل، فنحن لا نستقصي، بل في الرد نتقصد ما لا يحتمل الدليل، ما لا يحتمل التعويل، بل هو مخالف لصريح الدليل. نعم، نريد من فضيلتكم نصيحة توجهونها لنا في معاملة من يثير ما سبق السؤال عنه، بارك الله فيكم. أولا، هم يلحقون بمن يدافعون عنهم من المبتدع والضلال، وثانيا لو كنت مكانكم لهجرتهم هجرا وقائيا. نعم، أما وأنا في بلدي المدينة، نعم، فلا أقبل أن يطأ عتبة بابي واحد منهم. نعم، ما قولكم في كتاب علي حسن عبد الحميد الحلبي منهج السلف الصالح، وما الحكم في من يوافقه على قواعده وما جاء في كتابه وينكر على من يرد عليه، وما تقييمكم لموقع كل السلفيين، وما نصيحتكم لمن يروج له ويدافع عنه؟ الشيخ علي بن حسن الحلبي رضي لنفسه عفى الله عنه وعنه أن يشابه أسيفع جهينة الذي حجر عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال فيه: رضي أسيفع جهينة أن يكون سائقا للحج، فعفى الله عنه وعنه، رضي لنفسه أن يكون تكعة، وترسا للمتلوثين بالفكر الإخواني عامة والفكر القطبي والسرور خاصة، فجمع شتاتهم حوله
بتزكياته، ثم أخيرا أحدث هذا الموقع. ونصيحتي أولا أن الرد عليه سائغ، هو وغيره. الصحابة رضي الله عنهم رد بعضهم على بعض، والتابعون كذلك إلى اليوم. وثانيا، من أنكر الرد على الأخ الشيخ علي عفى الله عنه وعنه وأحسن الله حالنا وحاله، ورده إلى ما كان معه عليه، ما كان عليه مع إخوانه ردا جميلا ومفاصلة المتلوثة بالانحراف، هذا المستنكر إما أنه جاهل بالدعوة السلفية أو أنه صاحب هوى، أبدا لا ثالث لهذين الأمرين. وهذا أمر مضطرد سواء في كتابه أو في الموقع نفسه، بل يجب الحذر من أخطاء الشيخ علي. نعم، ومن هذا الموقع وكان الشيخ علي معنا أول الأمر، فأدينا إن شاء الله ما يجب له علينا آنذاك من الذكر الحسن والثناء الجميل وتقريب الأخ لأخيه، مع أنه لم يربطنا به نسب ولا صهر، وإنما رابطنا به ما ظهر من السنة في صوته وفي بعض الكتب التي وقفنا عليها. ثم حدثت منه تزكيات المنحرفين فدافعنا عنه والتمسنا له الأعذار، وقلنا أخونا لم يعلم، وأول ما وقفت عليه تزكيته لعدنان بن أحمد عرعور، أظنه سوريا، وهو جلد في نشر الفكر القطبي لا سيما في أوروبا، ولا أدري أوصل إلى أمريكا أو لا. فكان يعني يزكيه ويقول إن ما بينه وبين الشيخ ربيع هو من كلام الأقران، وهذا كلام فاسد ليس بصحيح. عدنان ليس قرين للشيخ ربيع أبدا، ثم الشيخ ربيع رد عليه ردود علمية، كيف تكون هذا من الأقران؟ فلما كثرت تزكيات الرجل المنكرة رفعنا أيدينا عنه. نعم، وأنا أدعو هذا الحارث الشيخ علي إلى أن يفاصل هؤلاء المتلوثين بالفكر القطبي، وأن يعود إلى إخوانه، دعك من عبيد الجابري، لا، إلى إخوانه الذين كانوا معه وكان معهم والذين لهم رسوخ قدم وساعة باع في نشر السلفية والذب عنها، فهذا والله فريضة عليه ومنقبة له، وسيكون إخوانه إن شاء الله معه، حتى الذي رد عليه سيرجع إلى سابقة العهد بينه وبين الشيخ علي بن حسن الحلبي.